سعيد جدا بوجودي في بلدي الثانية المغرب، وطبعا المغرب وأهل المغرب يعرفوا محبتهم الخاصة في قلبي، وأتشوق إلى الزيارة القادمة في وقت قريب بإذن الله السميع العليم بأعمال جديدة مختلفة. يعني أنا شغال على أعمال متعددة، فمحبي قصي يعني يترقبوا الجديد بجديد من ناحية الموسيقى وأوصوا من ناحية التمثيل في بعض المسلسلات والأفلام، يعني هذا اللي أنا شغال عليه. وأكيد تجي الفرصة أنه يكون في أعمال مشتركة أكثر مع فنانين مغربيين مختلفين في عمل. من زمان بنفكر أنه نخلصه أنا والفنان مسلم من المغرب مع البرودوسر دي جي بلال أفريكانو، بعد ما اجتمعنا وأنتجنا الغنية الجميلة من القلب الدار ديالي مع أحمد شوقي بلال أفريكانو، وكان معانا برضو مهدي ميزيان ومسلم في الاستوديو. فأهل المغرب شكرا لكم ولحبكم ودعمكم لي، وحتشوفوني هنا قريب إن شاء الله بعمل. طيب سلام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.